يقول السائل: ابني الكبير قد تزوج وهو ساكن في ملحق فوقي عندي، وأقيمه لصلاة الفجر ولكنه لا يقوم ولا ويصحى أو يقوم لعمله، يقول: كيف أصنع معه؟ إذا لم يقم ويعني واستمر على هذا ما يقوم باستمرار، أنت تخرجه من شقك ويستأجر هو شقه وينزل فيها، تبعده عنك، ما تخليه يستمر على ترك الصلاة وهو في شقك، إلا إذا كان ما يستطيع يستأجر تبقيه في شقك، ولكن تواصل معه الأمر، تأمره بالصلاة، توقظه للصلاة، ما تتركه. نعم.